Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Azul Flawenait Maïsma. De retour pour cette deuxième vidéo. الحال مليح العشية هذه. لدرجة الحرارة هبطت خلاص. تقريبا راهي قداش 23 دوغري. هبطت ملي كانت 31 قويت. دوكا راهي في 23 دوغري. ألوغ دونك رجعت لكم رابيدمون. دوكا باش نتكلم لكم على واحد الموضوع اللي قداه خطر الناس كي نتكلم يقولوا لي أنت كيفاش تهضر كيما هكذا وكيفاش تقول كيما هكذا. وشغل وانا راني كي نتكلم راني نتكلم هكاك من راسي ولا نتكلم جو سي با والناس هذو ربي يهديهم على كل حال. ما اليوم ثاني كيف كيف قبيل تكلمت وقلت بلي سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قبل 40 سنه 40 طون من 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 اللي كان يعرف صلاحو دو 6 اون ولا 7 طون و 8 طون 10 طون 20 طون كيما قالوا حتى 40 طون هو متبع الديانه المسيحيه. بزاف الناس اللي احشم على روحك ما تهضرش الهضره هذه ما تقولش وفيهم هذه ما عرفش كيما الطفله هذه ولا الراجل هذا معك اسمه هذا بلي راجل انا 100% راجل غير هو يلعب فيها بلي برا وكلش كيف اسمه حفيظ ولا حفيظه هذا فيفي اللي قالت لك انت غلط انت غلط عمره ما كان سيدنا محمد مسيحي ودير ما نعرفوش هو في القناه نتاعك دير مناظره وعلاه انا ندير مناظره انا نعرف الدين انا باش ندير مناظره انا ما ندير لا مناظره ما على بالي بالدين انا نهضر واش نسمع واش يقولوا الناس واش هذا واش نقول انا واش يقول لي رايي ثاني واش يقول لي رايي انا رايي يقول لي باللي سي فري سيدنا محمد كان مسيحي ولا بيتر كان حتى متبع الديانه اليهوديه باسكو الوقت هذاك ما كانش الاسلام ما كانش الاسلام سبحان الله اها متبع الديانه الابراهيميه واش من ديانه ابراهيميه كان ديانه من غير المسيحيه ولا اليهوديه ولا الاسلام ولا هذا هما كانوا ديانات اخرين ها اذا كانوا ديانات اخرين انا ما نعرفهمش نعتوهم انا او كان التوحيد معليش هذه كيف اسمها هذا الضام هذه ولا الرجل هذا حافظه هذا ولا حافظ هذا حافظه فيفي ولا ما عرف واش كان موحد وموحد واش موحد الاسلام تقول لي موحد كان موحد الاسلام سبحان الله يا الاسلام ما كانش خلاص الوقت هذاك يعني على 40 سنه باش نزل عليه الوحي قبل 40 سنه واش كان قاعد بلاش ما يمنش خلاص كان اطي قولي انت اللي تقولي انا ما على باليش على كل حال هاد الناس هذو ربي يهديهم على كل حال ما يقولكش باكزومبل يا خويا مادام السيد قال الشيء هذا كان يقول وي سي فري انت تقول هذا الشيء هذا باسكو ماهوش متفقين عليه كانوا ناس يقولوا كان مسيحي اخوان يقولوا كان متبع الديانه اليهوديه اخوان يقولوا كان اطي اخوان يقولوا هذا سيدنا محمد ما كانش بكل الاخرين كل واحد يقول كل واحد يهضر واش يعرف واش يسمع واش يقول راسو مي ماهوش نكذبوا الناس قال انت تكذب انت تكذب اه انت تكذب هذا السيد هذا واحد قبيل على هذا كيف اسمه الفتوحات الاسلاميه يقول لي انت انت تكذب على الفتوحات الاسلاميه ها خويا اعطينا نعتنا انت يا باللي هذو تاع الفتوحات هذو كي جاوا جابوا النوار سيدي جابوا بوكي النوار وجاو داخلين وعجبوا عطاو للناس النوار وعطاو جيب لنا سيدي انت حنا على بالنا باللي كان الاقتلات غير لو كان ما كانش الاقتلات كما قال واحد راهم راهي ما ماتتش دي هي هذه وما ماتوش الاكس ما ماتش وما ماتش كيف اسمه كان الاقتلات ملي كانوا هما بالاقتلات ملي كانوا هما بالاقتلات ما كانش هذا الرحمه هذه خلاص ما كان غير القتيلة وتمشي كما يقولوا هما وينحيوا لك راسك سبحان الله دونك انا باش نجاوب هذا الناس هذو انا مانيش شو با ريليجيو باش يكون في علمكم انا والدين صافي 50 راني نقولها ونعاودها صافي الدين انا والدين صافي موش 50 صافي 1 مليون اخرى ما نعرفش الدين انا يا ربي نصلي قاري واحد ربع صورات ولا خمسه نصلي بهم نصوم رمضان كما قال واحد نخاف ربي خلاص هذا ما كان الباقي اللي يحب يتفقه اللي يحب هاك انت هذه روحي ديري امام انت اذا تنجمي ولا دير انت امام ولا بون انا قلت لك ها يا سيدي علاش انت ما تعرضيش الناس هذو دوك نعقبهم لك هذ الناس هذو يهضروا ابعثيهم انتم قال كيفاش تهضروا الهضره مادام كنت انت ولا انت تعرف خير من الناس هذو يا اخي حنا لي زالجيريان حنا يا اخي حاجه كبيره يا اخي حنا نعرفوا خير من الناس الكل ها اذا في الرياضه احنا هما ربوب الرياضه اذا في واش يقول الموسيقى احنا هما ربوب الموسيقى اذا في الجري احنا هما ربوب الجري اذا في لابوليتيك احنا ربوب لابوليتيك اذا اي حاجه احنا ربوبها الجزائريين سبحان الله كشبلي نجمنا حنايا واحد اللي نجمنا حنا هو وحنا رانا نورمالمون احنا نكونوا ربوبها في فرد حاجه برك في فرد حاجه احنا ولا زوج حوايج نكونوا ربوبها في القباحه ونكونوا ربوبها في التلغبيب هذا واحد ما ينجم لنا هذا واحد ما ينجم لنا تبعوا معايا هذا الفيديو هذا ونرجعوا ليه
كان مسيحيا؟ سيدنا محمد لحد سنة الأربعين العام الأربعين كان مسيحيا ونسطوريا أبيونيا، مع أنه كان مساعد القس ورقة بن نوفر النسطوري الذي يدعو للتوحيد. انت تخلي نبيل وحش في كده؟ لا 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 انت دخلت بموضوع كلام لا يبقى كده موضوعين. لا مسيحيا لأن سيدنا النبي تزوج خديجة المسيحية بنت عم القس ورقة بن نوفر بإكليمه اللي عقده القس ورقة بن نوفر، والشرع عندنا بيبعد لما تزوج عليها عشان هي دي العقيدة المسيحية. سيدنا النبي كان مساعدا للقس ورقه. كل ده كتب السير اللي بتقول مش انا اللي بقوله عشان الوقت. الذي اراه مهم اليوم وهو الذي اقترحه بذاته عنوانه: هل النبي محمد كان مسيحيا قبل عامه الأربعين او قبل الدعوه لنقول؟ هذا هو الموضوع الذي اقترحته استاذنا الفاضل. هل ممكن اولا توضح لنا سبب اختيارك لهذا الموضوع؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم وتحياتي لحضرتك. انا بحب دائما اتكلم في مواضيع لا يبحثها او ليست مشهوره في البحث، يعني بنتقي مواضيع تكون شويه منسيه او مهمل الكلام فيها مثل هذا الموضوع. الناس تعرف ان سيدنا النبي عام الأربعين يعني دعا للإسلام. طب يا جماعه الأربعين سنه اللي قبل الإسلام ماذا كان وما هي ديانته؟ يعني واحد عاش 40 سنه، الأربعين سنه دول كان ايه بالضبط؟ ماذا كان يعبد؟ ام كان ملحدا؟ ام كان يعني يتبع ديانه الى اخره؟ فسؤال لم يساله احد لنفسه، وسؤال مهم جدا لازم نطرحه ولازم ونعرف الحقيقة. والكلام ده مش أنا اللي بقوله، لا ده من خلال السير الإسلامي. يعني أنا ما أقوله هو من خلال السير الإسلامي، والسير الإسلامي هي التي قالت وشرحت وحددت أن سيدنا النبي محمد كان حتى عامه الأربعين كان مسيحيا وكان مساعدا للقس ورقه كما قالت السير، مساعدا للقس ورقه. طيب القس ورقه قس مكه ورقه بن نوفل، النبي محمد كان مساعده. طيب مساعد يعني هيبقى مسيحي شيء طبيعي، يعني مساعد القس مش هيبقى حاجه غير كده، يعني لازم يبقى مسيحي. لانه كمان القس ورقه كان كبير العمر، يعني يقال 87 سنة، فكان بيعد النبي محمد يخلفه في مكة أن يكون قسا لمكة خلفا له، فوجد أنه أفضل من يعني يحمل رسالة الدعوة التي يقوم بها القس ورقة بن نوفل، وهي دعوة اسمها دعوة التوحيد. ولذا وجدنا ان سيدنا النبي عندما بدا دعوته لم يبدا بالاسلام، هو بدا بالتوحيد، الدعوه التي ورثها عن استاذه القس ورقه بن نوفل. فظل يدعو للتوحيد لمده 11 سنه، الاسلام ذكر بعد 11 سنه من يعني وهو عنده في عام 50 او 51 ذكر الاسلام، لكن قبل كده كان كل الدعوه هي دعوة التوحيد. وكان المقصود من دعوة التوحيد أن القس ورقة كان يهوديا ثم تنصر أصبح مسيحيا، يعني فكان القس ورقة يدعو للتوحيد اليهودية والمسيحية، يعني كانت دعوة القس ورقة هو يريد أن يوحد بين اليهودية والمسيحية. هذا هو معنى التوحيد الذي يقال ونسمع عنه ولا نعرف او لا يعرف الناس عما يتكلم هذا التوحيد. فكان سيدنا النبي مساعدا للقس ورقة. القس ورقة كان يعده ويثق فيه انه يكون خليفة له، ومن كثر ثقته فيه زوجه ابنة عمه. مين ابنة عمه القس ورقة؟
هي السيدة خديجة، اسمها خديجة بنت خويلد بنت نوفل. فالقس ورقة بن نوفل هو من زوج سيدنا النبي للسيدة خديجة. زواجه السيدة خديجة بإكليل مسيحي. يعني سيدنا النبي لما تزوج السيدة خديجة، والسيرة الإسلامية اللي قالت برضه مش أنا بقول يعني، تزوجها بإكليل مسيحي، واللي عقد الإكليل هو القس ورقة بن نوفل. ما حدش برضه بيسأل نفسه إن سيدنا النبي لما تزوج السيدة خديجة ما كانش لسه يعني نادى بالإسلام، أو ما كانش لسه أتى برسالة الإسلام. طيب لما تزوج السيدة خديجة تزوجها على أي ديانة ولا على أي، ما حدش بيذكر الكلام ده وبيتلاشى ذكر هذا الكلام، وده الكلام لا أعرف سبب يعني لعدم ذكره. فوالا كما سمعتوا هادو دو فيديو برك، هي كانوا عشرات وعشرات الفيديوهات، عشرات الفيديوهات اللي تتكلم على الموضوع هذا. مانيش انا اللي قلتو من راسي، انا كنسمع في الناس فقهاء، ناس دكاتره يتكلموا الكلام هذا، وكانوا اخرين حتى هما كيما هذو يقول لك نو ما كانش منها. مي انا ما كنتش معاهم انا باش نقول انا صحيح ولا غلط، انا نقول واش قاعدين يقولوا. كانوا ناس كيما هذو يقولوا باللي النبي كان، وصح سيفري هو كيفاش 40 سنه ما كانش من خلاص النبي كان اعطي ما كانش منها خلاص كيما قال واحد. شي اذا كان ديانه كان يتبع في الديانه هذيك، حتى من بعد صار مازال سيدنا النبي ما جاه لا والو، ما جاهش كيف اسمه، مازال ما نزلش عليه الوحي، ما كان والو، عادي جدا قاعد نورمال، ما يمنش الله يشوف كان دين اسمه المسيحيه ولا دين اسمه اليهوديه ولا ما عرفوش، هذا كل ما نو يستنى حتى يجيه الوحي، على باله بلي حيجيه الوحي. ما تكونوش تخرفوا كيما قال الواحد، ما تخرفوش. بكري الناس كانت ما كانش لي فواتور، راه تقول لي بكري كيما كانوش الناس لي فواتور، الناس ما ركبوش فوق الجمل، ما ركبوش فوق الحصان، ما ركبوش فوق الدواب بالناس، نو باقيين يستناو كيفاش تجي بي ام دبليو في وكيفاش تجي لا مرسيدس. بكري الناس ما عندهمش كيما قال الواحد لي تواليت، ما كانوش يروحوا ورا الحجر ورا من هنا وكذا ومن نو، ما كانوش يروحوا لي تواليت. ما تهضروش هضره تاع الاخر ويجي. وانا الشيء اللي يغيظني في الشيء اللي ما نفهمش من الناس هذو، حاطين رواحهم علماء، مش علماء علماء باسكو يعني مش تعلم العلم ماهوش هذا هو في الدين، حاطين رواحهم هما كانوا عند ربي وجو. سبحان الله، ما تكفرش يا راجل، ما تقولش هذا الشيء هذا يا خويا. انا نقول واش يقولوا الناس، ها واش يقولوا الناس، عيطوا لهم الناس هذو ديروا مناظره معاهم. علاه تقول ديروا مناظره معايا انا؟ انا قلت لك كثره، انا قلت باللي ها بيقولوا الناس ها من قبل 40 طون كان سيدنا محمد متبع الديانه المسيحيه، هذا ما كان. علي نخليكم نقول لكم قيم ذي هنا، راكم تشوفوا فيا ولا لازم ندير لكم اذا ما راكمش تشوفوا فيا ايه سي نورمال راح يغرب المغرب، نقول لكم قيم ذي هنا راكم تهضروا ان شاء الله.